بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف وكرم وبارك وأجل وعظم وأنعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرى وتقضى به الحوائل وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب عمدة السالك وعمدة الناسك للإمام ابن النقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد انتهينا المرة السابقة من أحكام الجمعة وصلاة الجمعة، واليوم نقرأ باب جديد وهو باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة، ووقتها من طلوع الشمس، ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، وفعلها في المسجد أفضل إن اتسع، فإن ضاق فالصحراء أفضل. ويندب ألا يأكل في الأضحى حتى يصلي، ويأكل في الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصلي، ويجوز من نصف الليل، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويندب حضور الصبيان بزينتهم، ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينة، ويكره لمشتهات، ويبكر بعد الفجر ماشيا، ويرجع في غير طريقه، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وينادي لها وللكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة. صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، معروف، هي سنة مؤكدة، بل يقدمها العلماء على السنن الرواتب في كتب الفقه. في بعض كتب الفقه الشافعية يقدم العيدين والكسوفين والجمعة، فجعلناها تبعة للجمعة زي هنا، باعتبار أنها تسن فيها الجماعة كالجمعة، فهي يقدمونها ويؤكدون طلبها لأنها تشبه الفرائض في الاجتماع لها، فهي سنة مؤكدة صلاة العيدين. ويندب له الجماعة، يندب لها الجماعة، يعني يجوز يصلي العيد منفرد في البيت، هصلي العيد منفرد، فاتتني صلاة العيد، هصلي العيد منفرد، ما قدرتش كنت نايم، هصلي العيد اما اصحى، ها؟ قبل الظهر، فصلاة العيد ممتدة إلى قبل وقت الظهر، منفردا أو جماعة، ويندب لها الجماعة، ووقتها من طلوع الشمس، ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، عن مجرد ما قرص الشمس ينفصل عن الأفق يجوز صلاة العيد، ولكن الأفضل ندبها إلى ارتفاع قدر رمح، أي دخول وقت صلاة الضحى.
عيد الأضحى عيد الفطر يندب تأخيرها إلى ارتفاع المحيط، يعني إيه؟ تلت ساعة، يبقى تلتين ساعة في عيد الفطر حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها. وعيد الأضحى يستحب المبادرة بها بأنها ارتفاع قدر رمحة على طول يوم يصلي، ها؟ عشان إيه؟ بعد كده في شغل بالأضحية وما إلى ذلك. ففي الفطر بيؤخرها قدر رمحين، وفي الايه؟ في الاضحى بيجعلها قدر رمح فقط. الى الزوال، اي تستمر جواز صلاه عيد الاضحى او الفطر الى زوال الشمس، يعني دخول وقت الظهر. وبالتالي لو انا جيت في وقت الكراهه وعملتها صحت الصلاه، لانها وقتها هي سبب متقدم. ماشي؟ وتجوز الصلاه ومفيش كراهه. وفعلها في المسجد افضل ان اتسع، وده راي الشافعيه انها تفعل في المسجد ان اتسع. فان ضاق المسجد فالصحراء افضل. ويندب الا ياكل في الاضحى حتى يصلي، لان في الاضحى يندب ان ياكل من الاضحيه بعد ذبحها، وان ياكل الكبد الكبد ياكلها ندبا بعد، يفطر عليها يوم العيد الاضحى. فلا يندب لذلك الا ياكل في الاضحى حتى يصلي. وفي الفطر وياكل في الفطر قبل الصلاه تمرات وترا، ثلاث تمرات، خمسه، سبعه، زي ما هو عايز، بس وتر، يعني يندب الوتر فيه. وليس المقصود بالتمرات بل الرطبات مقدم على التمرات كما ياتي في الصيام. أن الصيام ورد حديث الترمذي كان يفطر على تمرات، لكن ورد حديث آخر أيضا كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى ثلاث حثيات من ماء. فالرطب مقدم على التمر، وله فائدة طبية أنه يسرع في الوصول إلى العروق بعد أن إيه كانت إيه متعطشة إلى الماء وإلى إيه، فيقوي البدن سريعا ويسرع امتصاص ذلك من الامعاء. وياكل في الفطر قبل الصلاه تمرات وترا. طيب، ويغتسل بعد الفجر في عيد الفطر وعيد الاضحى يندب الغسل بعد الفجر، ولكن يدخل وقت الغسل بعد منتصف الليل. طيب، ويغتسل بعد الفجر وان لم يصلي، اي وان لم يصلي العيد، مش رايح العيد، لا رايح هو يصلي عيد الفطر ولا عيد الاضحى، يندب ان يغتسل بعد الفجر ويدخل وقت وجوب وقت غسل العيدين بمنتصف الليل حتى يكون قريبا من صلاه العيدين، وصلاه العيدين تكون بعد الظهر. ولذلك لكن تعالى بقى في يدخل بعد منتصف الليل، لكن غسل الجمعه يدخل بعد اذان الفجر، لان ده ايه وقت الزواج. فايه غسل الجمعه يدخل وقته باذان الفجر، وغسل العيدين بان الصلاه تكون في الفجر هتكون في الضحى، يبقى يدخل بعد منتصف الليل. ها، ويندب ان يغتسل، ها، تاخير الغسل الى قرب الصلاه والخروج اليها افضل، يندب الغسل ها بعد الفجر وان لم يصلي، حتى لو ما راحش يصلي العيدين يندب له ان يغتسل، لان الغسل شعار لزينه اليوم في العيدين، بينما الغسل في الجمعة ها شعار للذهاب للصلاة. ولذلك قال هناك ايه؟ ويندب لمن يصلي الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة. لكن هنا ده شعار لليوم نفسه، يوم زينة، يوم العيد ده يوم زينة وفرح، فيغتسل لليوم نفسه ولو مش هيروح الجمعة. وإن لم يصلي، أي وإن لم يصلي عيدين، يندب برضه الغسل. ويجوز من نصف الليل كما قلنا ان يشرع يدخل وقت غسل الجمعه وغسل العيد، قصدي وغسل عيد الاضحى وغسل عيد الفطر بايه؟ بنصف الليل. ويندب ان يتطيب ويتطيب، يبقى كلمه ويندب اللي هي قبلها بسطر كده الا ياكلها متسلطه على ما بعدها، وان متسلطه ويندب ان يتطيب، عشان كده يتطيب مفتوح مفتوحه، ويلبس احسن
ثيابه، وقلنا ان في العيد يلبس الجديد مقدم على البياض، وفي الجمعه يقدم البياض القديم على الثوب الجديد الغير ابيض. ماشي. ويندب حضور الصبيان بزينتهم، يزين الصبيان ويلبسون ثيابا جديده او نظيفه ويحضرون العيد ليشعروا ببهجه العيد والسعاده فيه. ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينه يحضر ايضا، يبقى يندب حضور من لا الصبيان ويندب حضور من لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينه. ويكره لمشتهات ويبكر بعد الفجر ماشيا، ويبكر بعد الفجر ماشيا اي يندب ان هو يبكر يعجل ويبادر بعد الفجر ماشيا الى العيد ويستمر في التكبير الى ان يخرج الامام. ويرجع في غير طريقه، ذهب من طريق يرجع من طريق اخر في العيد. وهذه قاعده وقد نص عليها الحديث الشريف حتى يشهد له ملائكة الطريقين. وهل ذلك في الجمعة أيضا؟ يندب في الجمعة أن يخالف طريقة، وقد يندب في جميع الصلوات إذا استطاع وكان شيء شق عليه أنه يخالف طريقه، إذا من طريقه يرجع من طريق آخر. ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، أي يندب أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يخرج على الصلاة عدو. وينادى لها وللكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، يجوز الاثنين. وهي أي صلاة العيدين ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 7 تكبيرات. وفي الثانية بعد التعوذ قبل التعوذ 5 غير تكبيرة القيام، يرفع فيها اليدين ويذكر الله تعالى بينهن ويضع اليمنى على اليسرى، ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو، ولو نسيه وشرع في التعوذ فات، ويقرأ في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت، وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. هيئة الركعتين في صلاة العيدين، وهي أي صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح أي تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام مش داخلة في السبع، يبقى بيكبر للإحرام وبيرد على الاستفتاح بعد الاستفتاح أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح، إلا دعاء الاستفتاح اللي هو التوجه يعني. يبقى بيكبر ويقول دعاء التوجه بعد ما يقول دعاء التوجه وقبل أن يستعيذ قبل التعوذ 7 تكبيرات. يبقى تكبيرة الإحرام وبعدين دعاء الاستفتاح وبعدين 7 تكبيرات. الله أكبر زي ما احنا بنعمل معتاد زي ما احنا بنسميه. وفي الثانية أي في الركعة الثانية قبل التعوذ 5 غير تكبيرة القيام، بيكبر للقيام وبعدين بيكبر 5 تكبيرات أخرى. ماشي. فتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام غير محسوبتين من السبع ولا من الخمس. خلاص. وقبل الاستعادة، لأن التعود تابع لقراءة الفاتحة والتعود في السر، فبعد ما يكبر 7 تكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح 7 تكبيرات يستعيذ ويقرأ الفاتحة، والاستعادة سرا. وفي الركعة الثانية هيكبر تكبيرة القيام وبعدين يكبر 5 تكبيرات وبعدين يتعود ويقرأ الفاتحة بعد ذلك جهرا. وفي الثانية قبل التعود 5 غير تكبيرة القيام، يرفع فيها اليدين، ان في كل تكبيرة يرفع يدين الله اكبر ماشي خلاص، وهكذا كل تكبيرة ما عدا تكبيرة القيام للركعة الثانية ما فيهاش رفع. ماشي. ويذكر الله تعالى بينهن ويضع اليمنى على اليسرى، كل تكبيرة يقوم راجع يضع اليمنى على اليسرى ويذكر الله تعالى بينهن. وورد في ذلك عن الشافعية أنهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرتين، يقول 4 أذكار.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن كل تكبيرة ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو لأنه ركن قولي والركن القولي ما فيهوش سجود للسهو إلا الفاتحة طبعا لأنها سنة قولية أصلا السنة القولية ما فيهاش سجود للسهو زي ترك السورة بعد الفاتحة لا يسجد للسهو في أي صلاة فرض أو نافلة نعم ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة على الإمام مندوب أن يتأخر ويندب أن ده كل يندب أن متسلط على كل اللي إيه؟ جاء بعد الإيه؟ وهي ركعتان بيبتدي يشرح في إيه؟ شرح الصلاة بعد كده فلو ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو ولو نسيه وشرع في التعوذ فات الله أكبر في سيره كده وهيقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ما يرجعش يكبر تاني مثلا هو في نفسه استعلى تعود خلاص هذا في الإمام والمنفرد وفي المأموم أيضا المأموم لا طبعا غير متابع للإمام ولو نسيه أي التكبير وشرع في التعوذ فات أي فات التكبير فلا يرجع إليه ويكبر ويقرأ في الأولى بعد السبع تكبيرات بعد السبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام قاف وفي الثانية أي بعد الخمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام اقتربت الساعة وانشق القمر وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى غاشية ثم يخطب بعدها خطبتين كالجمعة ويفتتح الأولى ندبا بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولو خطب قاعدا جاز الخطبه يعني كده بعد الخطبه بعد الصلاه الخطبه بعد الصلاه في هذا الموضع ثم يخطب بعدها خطبتين كالجمعه بنفس شروط الجمعه وما الى ذلك ويفتتح بالاولى ندبا بتسع تكبيرات غالبا انه يقولها ثلاثا يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه يبتدي يخطب الخطبة الأولى وفي الثانية يعمل ثلاث تكبيرات سبع تكبيرات في الخطبة الثانية يفتتحها سبع تكبيرات ولو خطب قاعدا جاز والتكبير مرسل ومقيد يبتدي يتكلم لو خطب الإمام قاعدا جاز لأنها نفل وهو يجوز قاعدة بخلاف الجمعة يعني هنا نفترض أن الإمام الذي يؤم الناس في العيدين كان مستطيع القيام وخطب الخطبتين جالسا لا حرج عليه لأنها نافلة أصلا الصلاة كلها نافلة فتعامل أحكام تعامل بأحكام النافلة أنه يجوز الجلوس فيها ولو كان مستطيعا القيام بخلاف الجمعة الجمعة فرض عين فلا وعلى الإمام أيضا فلا يجوز فيها أن يخطب جالسا إذا كان مستطيعا القيام فإذا جلس بطلت خطبته ما ينفعش والتكبير أنواع التكبيرات في العيد والتكبير مرسل ومقيد فالمقيد هو مكان خلف الصلوات والمرسل ما كان سوى ذلك في الطرقات وفي المنازل وفي كل مكان والتكبير مرسل ومقيد فالمرسل هو ما لا يتقيد بحال بل في المساجد والمنازل والطرق يسن في العيدين من غروب الشمس ليلة العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد خلاص التكبير يسن اللي هو المطلق ده اللي هو غير مقيد بعقب الصلوات مقيد بعقب الصلوات المطلق يكون في المساجد والمنازل والطرق ويسن في العيدين من غروب الشمس من غروب شمس ليلة العيدين إلى أن يحرم الإمام بالصلاة يبقى إيه من غروب شمس ليلة العيد الفطر يكبر أول ما يثبت الهلال بقى إن بكرة عيد الفطر وخلاص بكرة أول يوم شهر شوال
يكبر لغايه يستمر التكبير المطلق ده ايه في البيوت وفي المنازل وانت نايم وانت ماشي في الطرقات وفي الاسواق يكبر، وده شعار للمسلمين جميل. الى ان يخرج الامام للصلاه وفي عيد الاضحى مثل ذلك ايضا، مجرد ما يثبت ان لا في عيد الاضحى، عيد الاضحى يستحب التكبير من اول يوم، من اول من ثبوت هلال ذي الحجه نفس التكبير ده، هو التكبير ده مستمر في الايام الا انه سرا، بل ان بعض الصحابه كانوا يكبرون في العشر ويخرجون يكبرون في الطرقات والاسواق، سيدنا ابو هريره وسيدنا ابن عمر يكبرون في الطرقات من اول ثبوت العشر بتاع ذي الحجه، ويستمر التكبير ده الى ان يتصل بايه بالتكبير المقيد بالصلاه في صبيحه يوم النحر، صبيحه يوم العيد يعني يبتدئ تكبير عقب الصلوات اللي هو المقيد الى ان يحرم الامام بالصلاه. والتكبير يسن في العيدين من غروب الشمس ليلتي العيدين الى ان يحرم الامام بصلاه العيد، والمقيد وهو ما يؤتى، بل هنا ايضا يسن مستمر في اربعه ايام تشريق. يعني في عيد الاضحى مستمر التكبير المطلق، ها، في الطرقات وفي الاسواق اربعه ايام التشريق كمان مش لغايه خروج الامام بس. والمقيد هو ما يؤتى به عقيب اعقيب الصلوات، يسن في النحر فقط من صلاه ظهر النحر الى صلاه صبح اخر ايام التشريق، لا هو من صلاه فجر النحر الاصح في المذهب. والى صلاه عصر اخر ايام التشريق. طيب ده الراجح من المذهب، وهنا مخالف الراجح من المذهب ان الصلاه عقيب الصلوات هيبقى ثلاث صلوات في عيد الفطر، عيد الفطر ثلاث صلوات، هيكبر عقب المغرب وعقب العشاء وعقب الفجر، يبقى مقيد اهو. اما في عيد الاضحى فيكبر من صبيحه يوم عرفه، الفجر بتاع يوم عرفه، فجر يوم التاسع يكبر فيه الايه؟ في المساجد، ها؟ وهنا قال ايه؟ صلاة ظهر النحر. قلنا هذا بالنسبة للحاج. أما الحاج، نعم. الحاج من صلاة ظهر النحر إلى صلاة صبح إلى آخر أيام التشريق، وهو ربع عيد. يكبر خلف الفرائض المؤداة والمقضية من المدة وقبلها والمنذورة والجنازة والنوافل. ماشي كده. لكن الأصح قلنا يكبر من صبيحة يوم. غير الحج من صبيحة يوم عرفة إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. موجودة فين دي؟ في الحشية. فين؟ في الحاشية. أنا بتكلم على المتن. فإحنا بنستدرك على المتن، نوسع المتن يعني. إن أهل عرفة بيستمروا في التلبية. خلاص لحين يرمي الجمرة يوم العيد، فده شعار التلبية لغاية لما التلبية لبيك اللهم لبيك لغاية لما يرمي الجمرة يوم العيد يكبر بعدها تكبير العيد. لكن الناس في الأمصار والبلاد يكبرون من صبيحة يوم عرفة، ها، عقب صلاة الفجر ويستمر إلى آخر عصر آخر أيام التشريق، وده راجح من المذهب. يكبر خلف الفرائض المؤداة، ولو فريضة مقضية يكبر من المدة، المقضية من المدة، ماشي؟ وقبلها والمنذورة، يقبل صلاة المنذورة يكبر خلفها، وصلاة الجنازة يكبر خلفها، والنوافل مطلقا يكبر خلفها. طب ايه صعب جدا؟ صلة التكبير مش كبيرة. هناخد الصلة بتاعت الإمام النووي. الإمام النووي بحث في ذلك في المجموع فقال أصح الصيغ حديث جابر أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سردا متواليا ثلاث مرات بس كده، يبقى كده أدى التكبير. فده تفعله ورا النوافل، كل ما تصلي نافلة ها
والذكر الخاص مقدم على الذكر العام. بمعنى ايه؟ زي ما احنا بنفعل كده بالظبط، اول ما الامام بيسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله اكبر الله، ويبتدي الناس تكبر، وده ذكر خاص خاص بالوقت ده بتاع العيد، فيقدم على الذكر العام اللي هو ختام الصلاه استغفر الله العظيم استغفر الله وما الى ذلك، فيقدم الذكر الخاص على الذكر العام في الايام دي بالذات، فيوالي التكبير، صليت نافله تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات بس كده عشان ما يبقاش الامر طويل عليك، وتستغفر وتقوم تصلي بقيه النافله او تشوف كده، كل ما تصلي صلاه كبر الله اثناء ايام العيد، سواء نافله فريضه منذوره مقضيه، ها صلاه الجنازه تكبر خلفها وهكذا، سنن قبليه سنن بعدها كبر قبلها وبعدها تكبر بعدها، بعد كل صلاه تكبر ثلاثه. ولو قضى فوائت المده بعدها لم يكبر. يبقى هذا التكبير خاص بالزمن بهذا الوقت من صبيحه يوم عرفه لغايه عصر اخر ايام التشريق، صلاه عصر اخر ايام التشريق اللي هو اليوم الرابع من ايام العيد اللي هو ثالث ايام التشريق. فيكبر عقب النوافل والفرائض وكل حاجه. طيب صلى فائته في اليوم ده في المده دي يكبر خلفها، صلى جنازه يكبر خلفها، صلى سنه مقضيه عليه قبل ذلك الوقت يكبر خلفها. طب لو هو ما كبرش، ها ولو قضى فوائت المده في صلوات فاتته في المده دي اللي هي من بزوغ يوم فجر عرفه الى اخر ايام التشريق، فاته فرض أداه بعد انتهاء ايام التشريق لا يكبر فيه. خلاص؟ ولو قضى فوائت المده اللي هي مده التكبير دي بعدها اي بعد انتهاء مده التكبير وخروج اخر ايام التشريق لم يكبر. واضح العباره تفهم ازاي؟ ها ان هو لو فاتته فرض في ايام اللي فيها ايام التشريق واضاء بعد ايام التشريق بعد ما خلصت خالص، هل يكبر؟ لان كان بيكبر وراء الصلاه دي في ايام التشريق، اقول له لا ما يكبرش. ماشي؟ لان التكبير خاص بالوقت وصيغته الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قال الرحمن انه قد اصح ما ورد فيه حديث جابر ده اصح. خلاص؟ وجابر لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان زاد ما اعتاده الناس فحسن، اي بالمصريين اللي هي صلاه المصريين اللي هي القراءه الطويله دي اللي فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ وهو الله اكبر كبيرا الى اخره، والحمد لله كثيرا سبحان الله بفضله واصيلا لا اله الا الله، تكبير المصريين يعني. فالامام الشافعي ده نص الامام الشافعي، فان زاد ما اعتداه الناس فهو حسن، دي عباره الامام الشافعي نفسه. فحسن. خلاص؟ ولو راى في عشر ذي الحجه شيئا من الانعام فليكبر، مما يسن له التكبير رؤيه الانعام في عشر ذي الحجه اللي هي البقر الغنم ما يذبح، ها النوق وما الى ذلك ما يذبح في العيد يعني. خصوصا اذا راى اللي هي هتذبح فيستحب له التكبير لرؤيتها. الصيغه اللي هي وردت عن الامام عن 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 المصريين هذه قالوا انها لا اصل لها، واحد العلماء اخذوا يبحثوا عن صيغه التكبير في العيدين فوجدوا ان هي الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لكن بعض الشافعيه بحث فوجد ان هذا اولا ان ورد التكبير لفظ التكبير كان يكبر في العيدين، ورد اللفظ عن الصحابه، فالصحابه كل صحابي بيكبر بتكبيرته. خلاص؟ الا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الصفا عند بدايه السعي بين الصفا والمروه انه كبر. قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير، لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دي الصيغه دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من كتب السنه، من كتب السنه في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف على 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 في الوقوف عند الصفا قبل السعي، عند بدايه السعي بين الصفا والمروه. طب ما هو ده كان في العيد، يبقى هذا التكبير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو التكبير الثابت
وقريب من تكبير المصريين، وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد في 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 الوقوف على الصفا قبل عند بدايه السعي، بل انه يكرر ذلك التكبير كلما ذهب عندما يصل الى المروه يكبر مره اخرى، يكرر عندما يصل الى الصفا يكرر عند كل بدايه سعي. وكأبانا نكون قد انتهينا من صلاة العيدين. في أسئلة في العيدين قبل الكسوف؟ نعم. عبارة فإن زاد واعتدى والناس فحسن، هل هذا في التكبير فقط أو في كل العبادات التي يشعر فيها؟ جميل، يعني تسأل عن ما نوع البدعة أصلا. طيب قلنا ده بقى مش بدعه الان، لان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فده ما يصبحش بدعه، بل ده هو اصل التكبير، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير بصيغه معينه في العيد، ووردت هذه الصيغه على الصفا في العيد، لانها كانت ايه يوم عيد الاضحى. خلاص فتثبت هذه الصفه بانها ثابته عنه عليه الصلاه والسلام، تعتبر بدعه كده. لكن نيجي نقسم البدعه بقى، البدعه ان انشاء جنس عباده جديد. هذا حرام ونهي عنه قطعا باصل الشرع، لان هو ده مخالف. ان العبادات خمسه، الصلاه والصوم والحج والزكاه، اربع عبادات. ما اجيش انشا عباده جديده اسميها اي اسم، ويبقى ده انشاء جنس عباده جديد حرام، لانه مخالف لما ورد. الوارد ان اركان الاسلام خمسه، انت كده هتخليهم سته او سبعه او ثمانيه، ما ينفعش. طيب انشاء ننظر لجنس عباده واحده مخالفتها في هيئتها حرام ايضا. خلاص ده تاسيس يمكن ما ذكرتوش قبل ذلك، لكن ربنا من علي الان. انشاء في نفس العباده نفسها ان انا اخالفها في هيئتها، اجي الصيام بيكون إيه مثلا من الفجر للمغرب، انا هعمل صيام من الظهر للعشاء، اقول لك ما يصحش ما ينفعش، لان مخالفه في هيئه الايه العباده نفسها. ان انا هصلي صلاه الظهر مثلا ست ركعات ما ينفعش، جنس العباده وهيئتها كما هي. لكن الزياده من في نفس العباده ليس منهيا عنها. صليت سيدنا زين العابدين، سمي زين العابدين لانه بيصلي 1000 ركعه في اليوم والليل. طب ما هو زاد اهو، بس زاد على هيئه الصلاه ومن جنسها، ما زادش من جنس انشاء عباده جديده، او خالف في جنس الصلاه، ما عملش كده. ما جاش صلى السنه مثلا او الركعتين دول اللي بيصلي ركعتين بيصليهم كل ركعه فيها ركوع واحد وسجدين. ما صلاش كل ركعه فيها 5 سجودات وسبع ركوعات مثلا، هذا تغيير في الهيئه، ما يجوزش تغيير في الهيئه، لكن فيها نفسها طالما موافقه للهيئه افعل ما شئت. ماشي؟ يبقى ده التوسع. يقول الامام النووي في احد كتبه، مش فاكر ذكرها ايه لكن حفظتها من احد كتب الامام النووي لعلها في المجموع. في المجموع: ولو شغل عمره بالتكبير جاز، يعني طول النهار والليل بيصلي الصلوات باركانها كل حاجه، لكن هو في غير كده بيذكر بس ايه ذكر واحد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هكذا. شغل عمره بقى بقياسا على كده بالتسبيح بالتهليل لا اله الا الله بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، شغل عمره كله بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجه عظيمه، ينجو على طول. خلاص دنيا واخره. ماشي، واصل الامام النووي نص عليه. نعم، في اسئله ثانيه؟ نعم. هل يكره للنساء المشتهى ولو بغير الزينة يأتي في الصلاة؟ إذا كان النساء لا تتبين امرأة بعينها ماشية جماعة ما جماعة من النساء، هي وأولادها وإخواتها وما إلى ذلك مع بعض كلهم، لا يكره ذلك. حتى ذوات الخدود، ذوات الخدود اللي هي الشابة اللي قد تشتهى، لكن هي مش مقصود كده. المقصود طالما انها محتشمه ولا تظهر يعني اعضائها ولا تكون هناك تلبس ما هو يظهر اعضائها، خلاص يجوز الخروج.
الفتاوى يا جماعه، نقل الفتوى يعني، انا الشيخ بيقول ايه؟ ويكره المجتهدات المطلقه بزينه وغيرها وبغير زينه. اي واحده تجتهد يعني، اي واحده عندها 15 سنه لغايه مثلا 60 يبقى ما تروحش الجمعه، ما تروحش. لا، الامور مختلفه يعني، لا تخرجوا كلهم ما شاء الله. ايش تاني؟ اصل هو كان الامام الشافعي له راي ان ايه؟ التكبير برؤيه الانعام. يكبر لما يرى الناقه اللي هتذبح في يوم الاضحى، او البقره، او اعزكم الله الاغنام التي تذبح يوم، ده يكبر من اجلها لرؤيتها. لكن التكبير اوسع من كده. التكبير سواء راى الانعام او لم يرى الانعام فهو مقيد ومطلق كما شرحنا. في حاجه ثانيه؟ والله تعالى اعلى واعلم عز وجل. نقرا باب صلاه الكسوف، لسه الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم شيخنا في القرين امين. باب صلاه الكسوف هي سنه مؤكده ويندب له الجماعه ويندب لها الجماعه في الجامع، ويحضرها من لا هيئه لها من النساء، وهي ركعتان، وأقلها أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع، فيقرأ الفاتحة ثم يركع فيطمئن ثم يسجد سجدتين، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان، ثم يصلي الثانية كذلك، ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف، ولا يجوز النقص لتجلية، وأكملها أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة البقرة في القيام الأول، وآل عمران في القيام الثاني، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع، أو نحو ذلك، ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني بقدر 80، وفي الثالث بقدر 70، وفي الرابع بقدر 50، وباقيها كغيرها من الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالجمعة، فإن لم يصل يصلي حتى تجلى الجميع، أو غابت كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي، ولو أحرم فتجلت أو غابت كاسفة أتمها. صلاة الكسوف، قالوا كسوف الشمس وخسوف القمر، ولغة يطلق الكسوف والخسوف على كل منهما، فيقول كسوف الشمس كسوف القمر، كسوف الشمس كسوف القمر، ولكن العرف في عند اهل الفقهاء يقولون كسوف للشمس وخسوف للقمر، لكن الاطلاقات جائزه كلها. هي سنه مؤكده زي الايدين، ويندب لها الجماعه في الجامع، انها تصلى جماعه في الجامع، ويحضرها من لا هيئه لها من النساء. الهيئة يعني مميزة، يعني يعرفوها كده، ماشي؟ وهي ركعتان. ويندب وأقلها أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع، فيقرأ الفاتحة ثم يركع فيطمئن ثم يسجد سجدتين. أقلها ممكن تنفع بالفتح، واضح؟ بس من غير قراءة السورة، لأن قراءة السورة عاملة زي الفرض، سنة ليست إيه؟ فرضا قراءة السورة. فأقلها أن يحرم ويقرأ الفتح، وبعدين يركع، وبعدين يرفع تاني، ويقرأ الفتح، وبعدين يركع، وبعدين يرفع، وبعدين يسجد السجدتين، ويعمل كده في الركعة التانية، يبقى كده ده أقل صلاة الكسوف وقد أجزأته، أو الخسوف يعني. ده أقلها، أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع، ما قرأش سورة، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع، ما قرأش سورة في الثاني، فيطمئن، طبعًا شرط الاطمئنان أنه ركن مع كل الأركان، ثم يسجد سجدتين مطمئنًا في كل سجدة، ويجلس بينهما مطمئنًا، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان، ثم يصلي الثانية، أي الركعة الثانية كذلك مثلها يعني مثل الأولى. ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف،
هل لو جه في الركعه الثانيه وجد الكسوف مستمر هل يجيب ركوع ثالث؟ لا، هما اثنين واثنين بس، خلاص ركعتين، كل ركعه فيها قيامين وركوعين وسجدتين. ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوفين الكسوف، ولا يجوز النقص لتجلية. بعد الركعة الأولى انجلت الشمس أو انجلى القمر، هل يجوز بقى أنه يغير هيئة الصلاة؟ لا، يجيبها برضه فيها ركوعين في كل ركعة، ويجيب الركعة الثانية بركوعين في كل، ويمضي الصلاة كاملة، لأنه نوى في الأول، لأنه هذا هو ما نوى، لأن هذه كيفية عن بعد نيتها. أي انجلاء تجلية، يعني انجلاء الشمس، زال الكسوف أو زال الكسوف. ماشي؟ وفي ناس كتير بتعمل حاجة عجيبة شوية هي مش موجودة، ما أعرفش، مش عند الشافعية. يقول لك ده في خسوف في المكان الفلاني مثلا في اندونيسيا، صرف الله عن المسلمين اجمعين، خلاص. فيقول لك طب ما نصلي الكسوف هنا او الخسوف هنا. لا، ده الخسوف ده لا يصلى الا اذا ظهر عندك باب واضحا برؤيه عينك انت. يعني قال لك في كسوف في اسوان، هل اهل القريه صلوا؟ لا، ده الكسوف المكان، اهل المكان الذي حدث فيه الكسوف وراوه باعينهم ويكون ظاهر. يعني ساعات يقول لك ايه كسوف هنا مثلا، نقول 10% من القرص غير ظاهر، تبص للقرص ما تلاقيش حاجه مرتفعه فيه، يبقى ما فيش كسوف. والكسوف اما حقي او كلي او جزئي، ها؟ يعني لما تكون الشمس بين الـ بين الـ الارض والقمر، الشمس بين الارض والقمر، فتبان الشمس، لا القمر بين الشمس والارض، فيبان ده ان هو حلقه كده وسطها سواد اللي هو القمر، اظلم الجزء الجزء من الشمس واسمه كسوف حلقي. ها؟ خلاص، ما ده ثبت ورؤيه بالعين، وان كان طبعا ده بيضر بالعين، لكن لو وجدنا تبص لقي نفسك مش قادر تبص، خلاص عرفنا ان في كسوف وظاهر على القرص ان غير معتاد قرص الشمس او القمر. وساعتها ما يكون جزئي بيبقى جزء منه مظلم، جزء من الشمس مظلم، هذا ظاهر خلاص، لكن من غير ما يظلم شيء، من غير ما يظهر شيء من الكسوف لا تصلى الصلاه، خلاص، الا بالرؤيه العينيه وظهور الكسوف بالفعل. لان ممكن الكسوف يكون 8% او 10%، ده ما بقاش ظاهر خالص، مش ممكن تشوفه الا بالتلسكوب او بالات معينه تشوفه. عند ذلك لا تصلى الصلاه الا في وجود كسوف او خسوف ظاهر جزئي او كلي او حلقي، على شكل حلقه يعني. فدي حاجه ان ايه؟ بناء على الرؤيه وليس بناء على الصوره الاولانيه، مش بناء على الاخبار ولا عن الاجهزه، لا، الرؤيه البصريه للكسوف. ودي اقل ما يمكن، ولذلك لو واحد في عمل وحصل كسوف وكان مرئي للناس بره، اصلي ولو بقصار الصور، كل ركعه كل ركوع اعمل فيه صوره قصيره، وابقى عملت السنه دي. لو كان انا الشيخ بيقول ان اركانها الفاتحه فقط بدون صوره قصيره، اما الكمال بقى واكملها، اي اكمال الكسوف والخسوف، ان يقرا بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحه، ها، البقره في القيام الاول، وآل عمران في القيام الثاني، بعدين هيرفع ويجيب وينزل يجيب السجدتين ويطلع للركعه الثانيه، والنساء في القيام الثالث، والمائده في القيام الرابع، وبعدين يرفع ويجيب السجدتين ويسلم، او نحو ذلك، او قريب من ذلك يعني. المستطيع يفعل ذلك، ويسبح في الركوع الاول بقدر 100 ايه من البقره، يسبح بقدر قراءه 100 ايه من البقره، وفي الثاني بقدر 80 آية من البقرة، وفي الثالث بقدر 70 آية من البقرة، وفي الرابع بقدر 50 آية من البقرة، ده مقدار طول التسبيح أثناء الإيه؟ السجود يعني. ده أثناء الركوع ده التسبيح في الركوع. وباقيها كغيرها من الصلوات. بالنسبة للتشهد وما إلى ذلك.
ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة كالجمعة، فإن لم يصلي زي خطبة الجمعة بالظبط، فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع أو غابت كاسفة أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي. فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع، ساعة يبقى إيه؟ الكسوف أو الخسوف وقت قليل. فيجي هيشع في الصلاة يلاقي إيه؟ زال الكسوف، خلاص ما يصليش. أو إن الشمس غابت كاسفة. هي في كسوف في الشمس وغابت الشمس وهي إيه؟ على حال الكسوف. أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي، ما يشرعش في الصلاة طالما إن هو ما كانش موجود، ما شرعش فيها أثناء حدوث الخسوف نفسه أو الكسوف. ولو أحرم فتجلت، أحرم بالصلاة فزالت إيه؟ تجلت يعني زال الكسوف أو الخسوف. أو غابت كاسفة أتمها، يتم الصلاة كما هي لأنه أحرم بها صحيحة. فشرط الإحرام بالصلاة أن يكون شرط صحة الإحرام بصلاة الكسوف والخسوف أن يكون حادثا فعلا في اللحظة دي، ماشي، ومرئيا كما قلنا بالعين المجردة دون أن يكون هناك آلة أو إخبار. وهذا نكون قد انتهينا من صلاة الكسوف والخسوف. وهي الصلاة الوحيدة التي هيئتها صلتين هيئتهما مختلفتان عن الصلاة العادية، صلاة الجنازة لأنها كلها من قيام، وصلاة الكسوف والخسوف اللي هي فيها ركعتين في كل ركعة. بقية الصلاة كلها حاجة واحدة، ماشي. الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. في أسئلة الأول؟ مولانا. نعم. لو أنا شاهدا في تلفزيون وأنا في البيت، لكن الكسوف موجود في خارج البيت بس أنا أشاهد الكسوف في التلفاز، هل لا يصل؟ لا يصل، لازم يكون رأيته بعيني كامل. ولو من أخبار المتواتر ما هو لازم يكون في البلد دي، يعني بقول لك لو هو مثلا في كسوف في بابها وغير ظاهر في القاهرة، أبص للشمس عندي ظهر الزاوية كده من الناحية دي ظهر ما فيهاش كسوف، بس الكسوف ده بيبقى لازم يقع في باتجاه معين عشان يحدث، عشان أراه الذي ينبني عليه الصلاة. واضح؟ يعني لو حصل في بابها وأنا في القاهرة والقاهرة ما فيهاش كسوف وفي في كسوف، قال بابها يصب، لكن أهل القاهرة ما يصبون، ماشي. الشرط أن يكون في رؤية لي. قالوا لو أن الكسوف لم يكن ظاهرا لا تصل، يعني لو كانت نسبة الكسوف ليست مرئية أمامك، ما فيش شيء يعني يمنعك من رؤية القرص كاملا، خلاص يبقى لا كسوف ولا خسوف. إذا شافني أعمى؟ يخبره الأب البصير الثقة، البصير الذي يبصر الثقة يخبره ويتبعه في ذلك، يجوز له أن يقلده في ذلك. لو من خبر الحكومة مثلا؟ إيه؟ الحكومة بقول موجود الكسوف هكذا في الوقت كذا كذا، وهل هذا يصح بمجرد إخبار دي يصلي بها؟ إلا لو أمرهما الإمام أو الخليفة أو النائب أو المفتي أو العالم أخبرهم بذلك يطيعوه إن شاء الله. لو يعني غابت كسوف بس شوية، لو غابت قليل طالما موجود، أصل أنت بتحس إن الشمس أو القمر ليس بمنظره الطبيعي، تجد عنده حواليه ضباب كده، وتجد إن الرؤية بتاعتك مختلة، مش واضح القرص كده وبتاع، وخصوصا في أنواع لما يكون جزئي أو حقيقي، بتجد مثلا في الحلق ده بتجد يقع القمر بين الارض والشمس، فالتلاتة على خط واحد والقمر في النصف، فتظهر الشمس كانها مظلمه وحولها حلقه مضيئه، هذا اسمه كسوف حلقي، ان يقع القمر بين الشمس والارض، فاهل الارض يرون الشمس من خلال القمر، فالجزء بتاع القمر لما وقع في بطن الشمس اصبح مظلم مش شايفه،
واصبح كان في دائره مضيئه حوالين اللي هي ظاهره من الشمس، ده كسوف كلي خلاص عند تصل بس واضحه، او ان الجزء من القمر يقع بين الشمس والارض، ها فيبقى الجزء القمر يطلع الجزء اللي وقع منه في الشمس مظلم، والجزء بتاع الشمس تاني مضيء، قرص الشمس منه جزء مضيء وجزء مظلم، فده اسمه كسوف كلي جزئي اصلا. والعكس ان تقع الشمس بين الارض والقمر فيحصل ظلام في برضه في القمر عند ذلك، ده كله ده كسوف ظاهر لا يحتاج ان احنا فنصلي ساعتها. تغتسل كنت على ايه بقى تاني؟ حاضر. أي عبارة؟ أيوة، يعني مقدار ما هو بيركع، يركع ويفضل يسبح في الركوع بقدر قراءة 100 آية من البقرة. طول زمن، زمن قراءة 100 آية، وبعدين زمن قراءة 80، وبعد زمن قراءة 70، وبعد زمن قراءة 50. 80 وبعدين 70 وبعدين 50. ماشي ماشي. رايح؟ بتقول انت قول لك تقول يا ابني خلاص؟ خلاص ماشي. ما هي الافضل الخطبه بعد صلاه؟ افضل خطبه ان يقول خطبه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد او لحياته، فاذا رايتم ذلك فصلوا وتصدقوا واستغفروا، ها وما الى ذلك. لا، الأفضل في الخطبة أن تكون قصيرة وفيها موعظة بليغة وخلاص بس. وتكون بعد الصلاة هنا في برضه في ويقوم ويجلس وفيها نفس أركان خطبة الجمعة. نفس أركان خطبة الجمعة حسب ما يحتاج الناس. وكان أصلاً هذا أن الشمس كما ورد في البخاري في مواضع كتير جدا بتاع 20 موضع تقريباً، قصة خسوف الشمس ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم خسفت الشمس، فقالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ليل ثم خطب، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا واستغفروا وما إلى ذلك. وهل تحتاج الى عدد كبير لما تقام؟ لا يشترط فيها عدد، ولذلك قال لك تسن فيها الجماعه، يعني يجوز ان انا افعلها منفرد في البيت، بس انا شفت القرص بره غايب ففي كسوف يبقى اصلي في البيت جايز منفرد جايز، لكن الافضل فيها الجماعه لان الصلاه دي منفرده جائزه ويفضل فيها الجماعه. حاجه ثانيه نقرا الاستسقاء. لا سمح الله. نعم. والخطبه مندوبه. خطبه مندوبه. الصلاة كلها مندوبة، وليس قال لك يجوز ان هو يخطب جالسا، ليه؟ لان عاملة زي صلاة النافلة. فهل الخطبتين مقام مركب ركعتين ام هي كالنافلة؟ السنة يبقى ايه؟ تتبع احكام السنة. ويتجاوز في النفل ما لا يتجاوز في الفرض. ماشي؟ ختم خطبة واحدة. هتقول ايه الصلاة؟ لا حرج. سنة. بركة سنة. لأن الخطبتين سنتين. سنتين. ماشي. باب صلاة الاستسقاء، نخلصها من 24 وقفنا على إيه؟ الجماعة. وهي سنة مؤكدة أيضا، ويندب له الجماعة، يبقى يجوز منفردة. خلاص؟ فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو قلت، وعظ الإمام الناس، وأمرهم بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء، وصوم ثلاثة أيام. ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما في ثياب بذلة، ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء والبهائم والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم، ويذكر كل في نفسه صالح عمله ويستشفع به، وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا،
وهي ركعتان كالعيد، ثم يخطب خطبتين كالعيد، إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير، ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. ومن قراءة أي ومن استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية، ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وعن أنا عندي ومن واحد. ممكن تكون ومنه استغفروا ربكم، مش كده. ومن أنا عندي شيء في المتن والشرح ومن. ويكثر من قراءة أي يكثر من قراءة قوله، يعني يكرر الدعاء استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا يكررها. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية، ويحول رداءه، ويفعل الناس كذلك، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا. فإن صلوا ولم يسقوا أعادوها، وإن تأهبوا فسقوا قبل الصلاة صلوا شكرا وسألوا زيادة. ويندب لأهل الخصب أن يدعو أن يدع لأهل الجد أن يدعو. أنت عندك الدال ما مهمومة؟ الدال ساكنة. يدعو مظبوط كده. تشكيل عميق. يدعو لأهل الجد خلف الصلوات. ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة أو في السنة، ويسبح للرعد والبرد، وإذا كثر المطر وخشي ضرره دعا برفعه بما ورد في السنة اللهم حولينا ولا علينا إلى آخره. قال باب صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة، فإذا كان يجوز أن هو يصلي منفرد أيضا صلاة الاستسقاء. فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو الأمطار أو قلت وعظ الإمام الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء، مش الأعداء يعني أعداء الدين، لا يصلح يعني ما بينهم خصومات يصلحها، وصوم ثلاثة أيام. ويجب صيام هنا لما يأمرهم بالصيام تكون إيه يقوم يخرجوا في اليوم الرابع وهم صايمين برضه، يبقى أربعة أيام. وإذا أمرهم الإمام وجب الصيام، ماشي؟ ده من الأشياء إيه اللي أخذوا منها الأدلة على وجوب طاعة الإمام حتى في الأمور التنظيمية وليس التعبدية. هل يقضى؟ ها؟ هل يقضى لو ترك؟ هل يقضي لو ترك؟ لا، ما يقضيش، لأنه متعلق بالصلاة وبالاستسقاء. ويصوم ثلاثة أيام، ثم يخرجون في اليوم الرابع الصائمين إلى الصحراء صياما في ثياب بدلة. الثياب البدلة أي الثياب ليست فيها تزين، ماشي؟ ثياب بدلة يعني إن كانت البدلة عندنا الآن هي بشيء زينة، لكن العكس البدلة هي التي ليست فيها زينة، بل يخرج بالثياب يعني التي ليست فيها نوع من المفاخرة، أو بل يعني ثياب لو ممزقة عنده أو كده يخرج، لأنه مقصود هنا بالبدلة بيان الذل لله تعالى والحاجة إليه، خلاص؟ ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء، ويأخذ البهائم أيضا والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم كما استسقى سيدنا عمر بن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة. ويذكر كل في نفسه صالح عمله ويستشفع به، كل واحد من الخارجين دول نتيجة تهلك
تنقطع السبل وتهلك الانعام، انه يستشفع بصالح الاعمال، ويستسقي اي يستشفع ايضا باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وان خرج اهل الذمه لم يمنعوا، لكن لا يختلطون بنا، لان خلي الصلحاء مع بعضهم دول مجاب الدعوه مع الناس بالصفه دي، ومالناش دعوه بالناس دي، لان لا مله لهم ولا اجاب الدعوه. وهي ركعتان كالعيد، ثم يخطب خطبتين كالعيد، الا انه يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير. الخطبتين يستفتح بالاستغفار، ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. ومن أي ويكثر من قوله استغفر ربكم إنه كان غفارا، يكررها في الخطبة كذا مرة مش مرة واحدة، فيكثر منها يعني. الآية ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية، ويحول الرداء. تحويل الرداء بيكون قبل الصلاة كمان. إن تحويل الرداء بيكون إيه؟ من الأعلى يخليه أسفل، والأسفل يخليه أعلى، واليمين يسار، واليسار يمين. ماشي؟ بسيطة. أنا لابس عباء، هجيب دلها على التافي، وأقلبها هي كمان. ماشي؟ بشرط انا بلبس العباءه فبقوميها فوق وبطانتها لظهري. لا، ده انا هخلي بطانتها ظهارها واقلب الكمين واخلفهم يعني. ماشي؟ يعني اللي كان الاول بيدفيني اخليه بره، بقى ظاهر. ماشي؟ البطانه ظهار. خلاص؟ ويستقبل القبله في اثناء الخطبه الثانيه، ويحول رداءه. التحويل الرداء ده معنى كلمه تحويل الرداء، ان يجعل اعلاه سافلا واسفله عالي، واليمين يسار واليسار يمين. ويفعل الناس كذلك، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا. فإن صلوا ولم يسقوا، يسقوا أعادوها. يبقى من ثلاث أربع أيام تاني يعيد. طيب، وإن تأهبوا يعني امتثلوا وصاموا جم هيخرجوا اليوم، يعينهم الإمام على الخروج في يوم معين، فسقوا قبل الصلاة، نزلت المطرة قبل أن يصلوا، صلوا شكرا وسألوا زيادة، يصلوا شكرا لله تعالى ويسألوا زيادة في الخير. وينبغي لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجد والقحط، إن اللي عندهم خصوبة خاص في أمطار أو أنهار، يدعو لأهل الجد والقحط خلف الصلوات. ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السماء. يندب لما لو هم سوقوا بعد كده أن هو يستقبل المطر ويمسح به جزء من بدنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ذلك ويأخذ المطر ويمسح به وجهه، ويقول هو حديث عهد بربي، يعني ما فيش أسباب بينه وبين الله تعالى، وهو من عند الله تعالى. ماشي؟ هو أيضا يبقى أول مطر في السماء يجوز كده، يبقى تعرضك للمطر ده مندوب. ماشي؟ لما تنزل الأمطار يعني، بس مش شرط غير نفسك تجي لك برد تبقى. لا، يعني إيه؟ خد قليل منه كده وامسح وجهك وتبارك به، يعني لأنه حديث عهد بربي. ويسبح للرعد والبرق، اذا الرعد والبرق حدث يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. واذا كثر المطر وخشي ضرره، او وخشي ضرره، وخشي ضرره دعا برفعه بما ورد في السنه، اللهم حوالينا ولا علينا الى اخره، اللهم على الاكام والذراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عليه الصلاه والسلام. وهذا نكون قد انتهينا كمان الاستسقاء، ونقرا المره القادمه الجنائز، والله تعالى اعلى واعلم واعز واجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.